اهلا بيكم من جديد مشاهدينا، وحوارنا الثاني في هذا الصباح هنتكلم فيه عن انشاء مدينه المعرفه المتطوره من خلال تنميه المجتمعات المستدامه وايضا جذب المزيد من الاستثمارات في اطار طبعا العالم الحديث اللي نحن نعيش فيه الان، وتطور التكنولوجي وتطور المعلومات والمعرفة اللي تعددت مصادرها. التكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت عامل أساسي جدا لرقي وتقدم أي مجتمع، وفي هذا الإطار الدولة المصرية بتحرص على الاهتمام بتطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلينا نتكلم عن إنشاء مدينة المعرفة اللي هيتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة. هذه المدينة اللي بتعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في جميع قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو الإنشاءات، بالإضافة إلى اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية واستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية في جميع مكوناتها. سعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك. أهلا بك، أهلا بك. مهندس حسام، خلينا نشاهد بس هذا التقرير مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، ونرجع بعد مشاهدة التقرير نبدأ حوارنا فورا. جهود حثيثة تقوم بها الدولة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في دفع ونمو الاقتصاد المصري. ففي هذا السياق عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، وعرض خلاله وزير الاتصالات جهود الوزارة الجارية لتصميم مدينة المعرفة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كافة قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو تصميمات المنشآت، فضلا عن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، معالجة المياه واستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، فضلا عن مراعاتها لكافة الأبعاد البيئية. وقد وجه الرئيس بأهمية توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية في هذه المدينة الجديدة، علاوة على تعظيم المنتج التكنولوجي الذي ستقدمه، فضلا عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد التدريب التكنولوجي بها تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى توظيفها لصالح المجتمع. خطوة تلو أخرى، يظهر جليا ما توليه الدولة من مجهودات لتطوير قطاع الاتصالات وأهمية برنامج تدريب الشباب، علاوة على تأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يساهم في الحصول على فرص العمل ويلبي متطلبات سوقه والاستفادة من قدرات الشباب فيه. رجعنا لكم تاني مشاهدينا، وارحب مجددا بالمهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي. مهندس حسام، يعني خلينا في البداية نتكلم عن مدينة المعرفة، حضرتك ادينا فكرة عنها. هي مدينة المعرفة جاية في إطار تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات في أن يبقى بنقدر نحن نستفيد من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في أن المدينة كلها تشتغل بطريقة مختلفة. ده جاي في إطار ما يسمى المدن الذكية، أو اللي بيسموها سمارت سيتيز أو المجتمعات الذكية، وده ما جاش من فراغ، ده جه من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيشتغل بقاله زمن كبير في تطوير البنية التحتية عشان تبقى جاهزة لأن يبقى في حاجة زي كده. طبعا مع وجود العاصمة الإدارية الجديدة وإن بنخش على مشروع عملاق كبير، بيبقى من الأسهل إن احنا نبتدي تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المكان. اللي استعرضه التقرير من مقابلة السيد الرئيس لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان بيقول إن مدينة المعرفة دي هي جزء من العاصمة الإدارية، قد يمتد لان هو يكون العاصمة الإدارية بالكامل كلها ذكية، وطبعا المهم بعد كده هو التطبيق المستمر. طبعا الإطار ده إطار ما هوش جديد، السيد الرئيس ادى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع يعني توجيه او مبادرة
بان يكون في بعض الحاجات اللي هتتعمل في خلال السنه اللي هي 2016، وده كان في معرض القاهره الدولي للاتصالات اللي طلع منه التوجيه بان نبتدي في انشاء ما يسمى ب المدن التكنولوجيه او المناطق التكنولوجيه. ووزاره الاتصالات الحقيقه بدات في الحكايه ديت، والنهارده بقى عندنا مدينتين او مجتمعين تكنولوجيين موجودين في منطقتين مختلفتين في برج العرب وفي دمياط، عشان خاطر يبتدوا يشتغلوا بتوعية الناس بأهمية التكنولوجيا ويخلقوا فرص للشباب في هذا الموضوع. رجوعا لموضوع مدينة المعرفة، مدينة المعرفة مهمة قوي ان احنا نقول ان تطبيقات التكنولوجيا اللي الناس كلها بتسمع عنها وبنتصور ان هي يعني خيال علمي ممكن تستخدم، يعني ممكن نستخدم ان احنا المية تتسخن عن طريق الطاقة الشمسية للمدينة كلها، مش بتكلم على بيت او بتكلم على ولكن للمدينة كلها. للمدينة كلها اقدر ارشد طرق استخدام النقل، ان النقل وسائل النقل ما تتحركش غير مبنية على حركة المواطن نفسه، فلما يبقى المواطن بيتحرك وسائل النقل بتتحرك معاه. استخدام الطرق بطريقة ذكية او التخطيط الذكي للطرق، عشان خاطر الطرق تستوعب عربيات اكتر وحركة المرور تبقى افضل كتير. دول كتير قوي ابتدت في شغل المدن الذكية ده، واعتقد ان احنا ما احناش اقل من اي حد فيهم. والزيارات المختلفة اللي بيقوم بيها السيد الرئيس لدول مختلفة، ووزير الاتصالات كان لسه في الصين قريب، اتفاقات مع شركات كبيرة شركات عملاقة اشتغلت في هذه التطبيقات، تقدر انها تشتغل في هذا الموضوع وتساعدنا بالتطوير من خلال تطوير صناعة الالكترونيات. طيب مهندس حسام، حضرتك شايف ازاي موقع مصر في الفترة الحالية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؟ ايه هي المعوقات اللي بتقابلنا في هذا المجال؟ يعني حكاية موقع مصر دي دائما ابدا بيبقى تصنيف مبني على محددات معينة، يعني مش عايز اخوض في ده على قد ما انا احب ان احنا يعني نقول ان مصر في مكانة في استخدام تكنولوجيا المعلومات ليست ببعيدة عن العالم الخارجي. قد يكون التطبيق الواسع المدى هو اللي مش موجود عندنا، يعني احنا كلنا بنستخدم تليفونات ذكية وكلنا عندنا تطبيقات ذكية على هذه التليفونات، انما ما استخدمناش التليفونات الذكية بتطبيقاتها الذكية مع زي ما بيقولوا التفاعل اليومي لحياتنا لتطويرها للأحسن. يعني بذكر دلوقتي مثال، النهاردة الأيام ديت في حملة كبيرة لترشيد الكهرباء، من ضمن الحملة دي ان في استخدام لتطبيقات على التليفون المحمول، ان الشخص يقدر يقرأ القراية ويقدر يحسب فاتورته مقدما، فيقدر يغير من استهلاكه اليومي، مش استهلاكه الشهري. أيوة. استهلاكه اليومي ده تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا. تطبيق تاني من تطبيقات التكنولوجيا ان حضرتك تقدري من خلال التطبيقات من على التليفون تقدري تبقي شايفه المرور شكله ايه في القاهره كلها او في اي مدينه اللي فيها ازدحام مروري، فتبقي شايفه الازدحام فتقدري انك انت تتجنبي الازدحام ده، وده بدون التفاعل اللي احنا بنقول عليه التفاعل الاحادي. دلوقتي التفاعل بقى ثنائي، ان انا بكلم الجهاز بتاعي وبساله اروح فين، طب اخد اني طريق، طب امشي من اني حته. نفس الكلام لما يتجمع كل ده على مستوى المواطنين كلهم، هيبقى الدوله كلها تقدر تدي سيرفيس احسن، تدي خدمات افضل وهكذا. طيب هل حضرتك شايف ان احنا اتاخرنا في الفتره الماضيه في انشاء المناطق التكنولوجيه، ولا هو وقتها دلوقتي؟ يعني هقول ان احنا كان حلم من بدري، وكنا نحب ان هو يبقى قبل كده، ده اكيد، لانه اكيد كان هيستوعب عدد من فرص العمل اكبر بكتير من الوقت الحالي. كان يمكن على مدى السنين لو تطورت كانت يمكن استوعبت كتير، انما احنا بنقول دايما ما فيش حاجه بتبقى متاخره. احنا بنقول ان اذا كانت في حاجات ما حصلتش في الموعد اللي كان نفسنا تحصل فيه، نقدر ان احنا نشتغل عليها عشان خاطر تبقى افضل. المدن التكنولوجيه او المناطق التكنولوجيه
اللي المفروض انها تتعمل. اعتقد ان لو كان العدد المخطط ليه ما بين 7 لـ9 مناطق، اعتقد ان احنا هنوصل لأكتر من كده، يمكن نوصل لـ15 منطقة في زمن ليس ببعيد. يعني يمكن الهدف الاساسي من انشاء هذه المدينة او الاكثر اهمية في انشاء مدينة المعرفة هو توجهها للاستفادة من قدرات الشباب ودعم قدراتهم وتأهيلهم ومهاراتهم وكفاءاتهم في هذه المجالات، وأيضا توظيفها في بناء نهضة المجتمع. هل تتفق مع هذا الرأي؟ الحقيقة هو الأساس في أي استثمار هو أن احنا نستفيد بالثروة البشرية، أن احنا عندنا ثروة بشرية محترمة جداً. كان في وقت من الأوقات الناس شايفة أن الزيادة في أعداد البشر هو شيء زي ما يقولوا نيجاتيف أو سلبي. هو الحقيقة ما هوش كده، في كل الدول اللي بيحصل فيها زيادات في أعداد البشر بيحولوا هذه الزيادات إلى عامل إيجابي. لكن إحنا يمكن كنا بنشوفها داخل المجتمع المصري شيء سلبي، لأن في بطالة أو نسبة البطالة كانت مرتفعة. بطالة واستهلاكية، إن إحنا بنتحول إلى مواطنين استهلاكيين مش مواطنين إنتاجيين. وبالتالي طالما أنا استهلاكي ومش بنتج، فأنا مهما كانت الحاجات اللي أنا بعملها هتبقى سلبية. بالظبط. فهو المحاولة النهاردة إن في كل الأطر، وده اللي إحنا شايفينه من الحكومة بتحاول تعمله، اللي هتكلم تخصيصا على وزارة الاتصالات بتشتغل عليه، إن المناطق التكنولوجية دي بتخلق فرص عمل بالألاف. يعني ودايما بندي للناس أمثلة بي إن يوم كانت الناس بتفكر في إن يتعمل القرية الذكية في 6 أكتوبر، كانت الناس بتقول مين اللي هروح يشتغل في الصحراء. النهاردة إحنا عندنا اختناق مروري عند القرية الذكية نتيجة الأعداد الكبيرة اللي بتشتغل هناك. المعادي فيها قرية تكنولوجية، القرية التكنولوجية في المعادي بيشتغل فيها عشرات الآلاف. أتوقع بس هي القرية الذكية مش في الصحراء قوي، يعني وقت ما أنشئت وقت ما أنشئت كانت الناس بتقول اللي عند بوابات الطريق الصحراوي. أيوه. إنما النهاردة بقت في وسط المدينة. ما كانش في محور، ما كانش في طريق دائري. بالزبط. ما كانش في أي حاجة وقتها. فعشان كده بنقول إن كل المناطق الجديدة اللي بتنشأ على في مناطق جديدة زي أسيوط الجديدة، زي بني سويف الجديدة، منيا الجديدة، كل ده هيؤدي إلى أن فرص العمل هتزداد، وبالتالي ده هيؤهل الشباب لأن هم يبقوا بيشتغلوا بطرق أفضل، لأن ليس متاح فرص عمل فقط. لأن عشان الناس ما تفهمش أن فرص العمل هتبقى متاحة كل الناس تروح تاخدها، لا، لازم يبقى الشخص مؤهل، وبالتالي تأهيله هيدخلوا في برامج تدريبية. طيب ايه نوعية التأهيل او نوعية الاشخاص المطلوبين للعمل في مثل هذه المدن؟ يعني مثلا مدينة المعرفة، يعني ايه المتطلبات او القدرات المطلوبة من الشباب؟ يعني يكون تخصصه ايه مثلا؟ هي ما هيش تخصص، لان كل التخصصات بتبقى مطلوبة. لانك عشان تبني مدينة بتبني مجتمع كامل. بناء المجتمع الكامل فيه كل حاجة، فيه من اول الأشخاص اللي بيشتغلوا في المهام التكنولوجية، سواء من مهندسين وفنيين، في المجتمع نفسه بكل الدرجات. أنا محتاج الطبيب، ومحتاج المهندس، ومحتاج المحامي، ومحتاج المحاسب، ومحتاج الأشخاص اللي واخدين تعليم فوق متوسط، ومحتاج الناس اللي عندها تعليم متوسط. أنا قصدي كده، يعني كل الناس في كل التوجهات. مش محتاجة مثلا أنه هو يكون مؤهل كل اللي هيشتغلوا أو شباب كل اللي هيتقدم، لكن في فرصة لشباب التعليم فوق المتوسط. طبعا طبعا. بلا شك أن إنشاء المجتمعات يمكن بيقوم على الطبقة المتوسطة اللي بتشتغل بهذا التعليم اللي حضرتك اتكلمتي عليه. نعم. أكتر بكتير من التعليم الآخر، لأن وهو ده الأساس في تنمية أي مجتمع. أيوة. طيب المدة الزمنية اللي هيتم من خلالها إنشاء هذه المدينة؟ الحقيقة أعتقد أن ده مرتبط، يعني أنا مش بتكلم نيابة عن الوزارة، إنما أعتقد أن ده مرتبط بالجدول الزمني لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. إن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هيبتدي يتحرك الجدول الزمني بتاع مدينة المعرفة عشان يبقى ملازم ليها، فيقدروا يطلعوا بيها في وقت مناسب.
طيب نقدر نقول التكلفة التقديرية لإنشائها قد إيه؟ لا دي ما عنديش.